اللي يحب برنس يرفع ايده كده كده، اللي يحب برنس ينزل ايده كده كده، اللي يحب برنس يعمل كده 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 كده. انت يا بت هاتي العجله دي. عجله ايه يا طنط؟ ده اسمي هوفر برضو. بعدين يا طنط ما ينفعش تقولي لي يا بنت، انا اسمي امنيه على فكره. ليا اسم امنيه؟ ايوه، ما فيش حد بيقول لحد يا بنت. طيب بصي، الهوفر بورد ده مسروق من عندي من المنور، وكمان مسروق مني فرختين. ثواني بس يا طنط، مسروق ازاي؟ يعني ايه منور اصلا؟ اسالي امك الحراميه اللي سرقه مني الهوفر بورد ده. بتقولي على امتي حراميه؟ على فكره بقى انا مش مامتي حراميه ولا حاجه، ده بابا هو اللي جايب لي الهوفر بورد ده لما انا نجح. بت بطلي لك كتير يا بت، انزلي خلصي، انزلي لي كده. انت الهوفر بورد ده بتاعي. استني يا طنط، لا ده الهوفر بورد ده بتاعي انا. تعرفي لو سمعت لك صوت هعمل فيكي ايه؟ هتعملي ايه؟ طوبه وافتح دماغي. اهي الطوبه، اجيب الطوبه. لا يا طنط افتحي دماغك. والله والله ده ما اسمع لك الصوت خالص. انا ما تمشيش ورايا. على ما تمشي ورايا اجري. يلا هقول لماما عليك. يا يلا اجري. هقول لماما. هو انا مكتوب على وشي يا عمو؟ ايه اللي بفرج مسامير؟ ساعدني والنبي يا عمو عشان خاطري. والنبي مالك يا حبيبتي؟ بس في بص يا عمو، في حد ضربك؟ قولي لي. لا لو يا حد ضربك مش هسيبه يا عمو. اسمعني، هعجهولك، هعملهولك كفته. قولي لي بس مين اللي زعلك يا عمو؟ انا هقول لك. شايف طنط اللي هناك دي يا عمو؟ شايفها اهي، هي دي شايفها؟ ايوه اللي هناك دي. ايوه اللي معاها الهافر بورد. معاها ايه؟ الهمبرجر؟ هافر بورد. ايه هافر بورد ده؟ عجلة كده بس من غير جدون. انا عايزه اقول لك على حاجه. ايوه. انا يعني بصراحه كنت بلعب الهافر بورد ده، وانا فهمت يا ماما ان انا هلعب بالهافر بورد في الجنينه، وهي قالت لي ايوه يا امنيه جدع اقعد تلعب في الشارع. وانا بصراحه ضحكت عليها ولعبت بالهافر بورد في الشارع. راحت طنط دي شافت الهافر بورد، قالت لي انت سرقاه مني ومامتك حراميه. وانا والله العظيم مش سرقاه ومامتي مش حراميه. يعني انت ما سمعتيش كلام امك؟ ايوه. قالت لي افتح لك دماغك بتوب. رحت جريت وسبت لها الهافر بورد. انت تستاهلي، ادي اخرة اللي ما يسمعش كلام امه. استاهل ايه يا عمو؟ بقولك ساعدني. انت كمان هعاقبك ومش هسيبك كمان. يا عمو تعاقبني وانا عملت لك ايه يا عمو؟ انت يا بت ايه ده على الجزمه اللي انت لابساها دي؟ جزمه ايه يا عمو؟ ده اسمه جوتشي. هتستعبطي ولا ايه؟ لا يلا الجزمه. طب يا عمو شايفه الطوبه دي؟ هجيبها وافتح لك دماغك. هو انا كل ما حد يكلمني يقول لي افتح لك دماغك؟ يعني انت وطنك يعني مش هتقلعي الجزمه؟ خلاص 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 يلا. حاضر. عشان تسمع كلام امك بعد كده. هاتيها يا بنت في ايدي هنا. اتفضل. تعرفي لو شفتك هنا في الشارع تاني انا مش هسيبك. تمام؟ هعملك كفته. خلاص يلا غوري يلا. طب يعني يا يلا امشي يا بنت. خلاص خلاص انا اسفه. يا ربي اعمل ايه دلوقتي واتصرف ازاي يا ربي؟ طب لو رحت قلت لماما اقولها ايه؟ وانا غلطانه برضه وانا ما سمعتش كلامها. يا رب يا ريتني سمعت كلام ماما. يا رب انا غلطانه يا رب. احسن يا امنيه. تعرفي يا امنيه دي لو ماما عارفه هتعملي الكفته كده. ماما جت، ماما جت. وحشتوني يا بنات. عاملين ايه يا حبايبي؟ وانتي الحمد لله يا ماما. مامي هاتي وشك مخطوف كده ليه؟ انا هقولك. لا 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 ما تحكيلهاش، انا احكي لها. احكولي شكلكوا عاملين مصيبه. في ليه يا مامي؟ دي هي. انت عملتي ايه؟ انا هقولك يا مامي. تعرفي في حد سرق منها الكوتشي والهافر بورد. الكلام ده بجد ولا هزار؟ ايوه بصراحه يعني يا ماما انا ضحكت عليه ولعبت في الشارع يا ماما بالهافر بورد. راحت طنط قالت لي تعالي يا حراميه اللي سرقتي الهافر بورد واخدت مني الهافر بورد، وانا سبته لها عشان هي قالت لي هفتح دماغك بتوبه. فرحت لعمو وقلت له النبي ساعدني يا عمو، دي ماما مش هتسيبني. راح سرق مني يا ماما الكوتشي بتاعي، قال لي هاتيه يا ماما. شفتي بقى اللي انا بسمعه ده؟ ماما شفتي بقى يا ماما انا بسمع كلامك، امنيه مش بتسمع كلامك. ويعني ايه تنزلي تلعبي تحت من غير ما تستاذنيني؟ انا مش قلت محدش ينزل خالص. انا اسفه بس هي بصي ماما عارفاها هي فين؟ هي في شارع 20. تعالي معايا والنبي يا ماما وخدي ثانية واحدة. انت رحتي شارع 20 لوحدك؟ ده بعيد قوي، ازاي تعملي حاجة زي كده؟ انا اسفة يا ماما. طب تعالي خدي من الهافر بورد، انت كبيرة وقوية وساعديني يلا يا ماما. لا طبعا مش هجيب لك حاجة، احسن تستاهلي عشان بعد كده ما تسمعيش كلامي وتنزلي من ورايا يا امنية. كده يا ماما. بصي انا مش هعاقبك دلوقتي، انت استني بس باباك يجي وهحكي له على كل اللي انت عملتيه وشوفي هيعاقبك ازاي يا امنيه. ماشي يا امنيه. بصي يا غزل اختك بتسمع الكلام، اوعى تكوني نزلتي انت كمان يا غزل. انا يا مامي؟ لا يا مامي انا قاعده. شفتي؟ شايفه الشطاره؟ والله يا غزل هوديك الملاهي واجيب لك هدوم جديده وهجيب لك العاب كمان. خشي على اختك والله لا عاقبك.
أمنية، أنا فرحانة بيكي أوي يا أمنية. فرحانة؟ هروح الملاهي وأجيب حاجة حلوة وأروح أجيب ألعاب كفتة. ها كفتة؟ فرحانة؟ فرحانة فيا يا غزل؟ أيوة يا أمنية. غزل تعالي معايا. ليه؟ تعالي بس يا غزل وأنا أقول لك تعالي. طب أستأذن مامي الأول. اسمعي الكلام، تعالي اسمعي. رايحين فين يا أمنية؟ هقول لك يا غزل، بصي إيه رأيك نقعدوا في العربية ونشغلوا أغاني؟ ماشي يلا عودي. اتفضلي قولي يلا. كفتة هيا يا أمنية. ماشي يا حبيبتي ماشي. كده بقى يا غزل يا حبيبتي، أنا قفلت العربية عليكي، مش ماما هتعاقبني؟ أنا كمان هعاقبك يا غزل. أيوة ما تعاقبيش ليه يعني؟ مش أنتي كنتي عمالة تضحكي عليا يا غزل؟ مش أنتي كنتي عمالة تضحكي عليا تقولي أحسن 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 يا أمنية؟ كفتة 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 صح؟ وماما بقى ماما تقولي بقى غزل أحسن مني، غزل بتحافظ على حاجاتها صح؟ أنا مش هفتح لك العربية يا غزل عشان تحرمي تضايقيني تاني. باي باي. بقى عايز ايه من السوبر ماركت؟ ماما مالك يا حبيبتي؟ صاحبي. طب افتحي الباب افتحي الباب. طيب هو انت قاعده مين؟ مين قافل عليك الباب كده؟ اختك؟ طب انت اسمك ايه؟ طب انت ساكنه فين يا خزل؟ طب ما انا يا حبيبتي مش عارفه افتح الباب. طب بس طب اهدي 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 بالراحه بالراحه وانا افتح لك الباب ان شاء الله. بس عادها ازاي دي؟ مش عارفه اعمل ايه يا فيروز. طب اهدي حبيبتي اهدي. طب استني معلش. طب اهدي. طب حاولي كده تفتحي الباب معايا، حاولي تفتحي الباب معايا يا ناس. حد يساعدنا، انا مش لاقي حد يساعدنا. حد يساعدني يا ناس، حد يساعدنا يا ناس، انا مش عارفه اطلعها. حد يساعدنا يا ناس. طب اهدي. طيب اهدي اهدي. طيب اهدي. طيب بالراحه اهدي اهدي بالراحة. ودلوقتي الاقي حد يساعدنا. يا غزل. ايه ده غزل؟ أمنية يا غزل، هي البنات راحت فين؟ يا نهار ابيض، برضو نزلوا من ورايا تاني. ماشي يا أمنية، لما شوفي في الكاميرات رحتوا فين؟ انا عايزاكي تهدي. ايه ده يا طنط؟ هو في ايه يا طنط؟ بصي يا حبيبتي، انت تعرفي البنت دي والنبي؟ اصل هي بتقولي ان اختها حبستها جوه العربيه واخدت منها المفتاح، وبتقولي ان هي ساكنه هناك هنا. انت تعرفيها او تعرفي حد قلبها؟ ايوه اعرفها، يا طنط دي اخت اختك. اه طب ازاي انت حبساها كده؟ حرام عليكي، افتحي لها الباب يلا. ايه ده يا طنط؟ انت بتضحكي ازاي يعني؟ مش فاهمه. هو انت صدقتيها يا طنط؟ بس يا غزل بجد تمثيلك حلو قوي. اصل هي بتعمل مقلب في الناس وبتهزر معاهم، وهي اصلا هي قافله على نفسها العربيه. حتى بصي المفتاح هي قاعده عليه. انت قاعده على المفتاح؟ ايوه. ده هزار برضو؟ استدي انت بني ادمه ما عندكيش دم؟ ده انا كنت فاضله شويه يا شيخه وعيط عليكي. اصل هي ممثله حلوه قوي يا طن. بتكذب، انت اللي كذابه. يلا بينا يا فيروز، انت حره بقى، انت اختك وبطلي بقى قولي لها ما تعملش مقلب كده في الناس في الشارع. والله حذرتها كتير. انا كان فاضلي شويه والله وعيط عليها. معلش بطلي يا غزل. ايه الهزار البايخ ده؟ ايه رايك بقى يا غزل يا حبيبتي؟ بصي بقى يا غزل يا حبيبتي، انا مش هفتح لك العربيه. وبصي المفتاح معايا وكان في جيبي يا غزل. بصي مش هفتح لك. تعرفي انا مش هفتح لك ليه؟ عشان لما ماما قالت لي يا أمنية أحرمك من النوادي والتليفونات والملاهي والفسح والحاجة حلوة واللعب، انت بقى قعدتي تضحكي عليا، فاكرة؟ عشان كده بقى مش هفتح لك الباب. أحسن. ايه اللي انت بتعمليه ده يا أمنية؟ افتحي لأختك بسرعة. ايه؟ افتحي لأختك بسرعة. تعالي حبيبتي تعالي. بس مالك حبيبتي؟ فيكي ايه؟ فيكي ايه؟ في ايه يا غزل؟ اجيب لك ميه؟ اجيب لك اي حاجه؟ اهدي 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 اهدي. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ما فيش حاجه يا ماما، انا مش غلطانه على فكره، انا فاهمه كل حاجه. انا لقيتها يا ماما بعد ما انت مشيتي، لقيتها اخذت مفتاح العربيه، فقلت لها انت خدتي مفتاح العربيه ليه يا غزل؟ ما ردتش عليا يا ماما، لقيتها نزلت، فانا خفت يعني حد ياخد منها مفتاح العربيه، رحت نزلت وراها يا ماما، قالت لي انا هدخل العربيه وفي عليا العربيه. قلت لها طب ليه يا غزل؟ قالت لي
يا ماما والله يا ماما ما قلتليش كده يا ماما. والله ده اللي حصل يا ماما. لا قالتلي تعالي. أمنية عينك في عينيا يا أمنية. ماشي. انت بتكدبي عليا يا أمنية؟ لا أنا مش قلتلك إحنا أصحاب وإياكي تكدبي عليا في أي حاجة؟ أيوة. ليه عملتي كده؟ أنا عارفة كل حاجة وشايفة كل حاجة في الكاميرا، ليه عملتي كده؟ بصراحة أيوة يا ماما أنا عملت كده، بس أنت غلطانة يا ماما. حبستي أختك ليه في العربية؟ ما أنت بتحبيها أكتر مني يا ماما، حتى لما تيجي تعمل غلط أنت بتسامحيها بغلطات كتير وبتعدلي حاجات كتير، أنت مش بتعدلي أنا حاجة. أمنية اولا انا مش بحب اختك اكتر منك. إيه انا بحبكوا انتوا الاثنين قد بعض، بس انت يا امنيه كبيره وبتغلطي غلطات كتيره جدا يا امنيه، وما ينفعش اعديلك غلطه، عشان لو عديت لك غلطه هتغلطي الثانيه هتغلطي الثالثه. انا لما بعاقبك وبحاسبك يا امنيه عشان خايفه عليكي ومش عايزه امنيه تغلط تاني في اي حاجه. يعني النهارده الست اللي سرقت منك الهافر بورد وقالت لك هفتح دماغك بتوبه، مش كان ممكن تقول قدام الناس كلها زي ما قالت ان الهافر بورد بتاعها، كانت تقولي البنت دي بنتي ومحدش يقرب منها وكانت خطفتك؟ ايوه. مش كان ممكن اذتك يا امنيه او عملت فيكي اي حاجه وحشه؟ ايوه يا ماما انا عارفه. انا لما بقول لك العبي تحت العماره بتاعتنا بقول لك ليه العبي تحت العماره؟ عشان بتخافي عليا. عشان في كاميرات هشوفك قدامي يا امنيه، هشوف بتلعبي ازاي وبتعملي ايه ومين كلمك ومين ما كلمكيش يا امنيه. صح يا ماما انا مش بضايقك في حاجه يا امنيه. انا اسفه يا ماما. غزل لما بقول لها الكلمه شوفي بالصغيره بس بتسمع كلامي يا امنيه، ما بتقوليش على حاجه لا وما بتعملش حاجه من ورايا. احنا اصحاب يا امنية، تحكي لي على اي حاجة. انا اسفة يا ماما بعد كده اسمع كلامك مش هضايقك في اي حاجة تانية والله. خلاص اتعاقبي المرة دي عشان تعرفي ان انت ما تعمليش اي حاجة غلط تاني، وهقول لبابا برضو. انت مفتاحي العربية كده؟ اتفضل. الاول اتأسفي لاختك وبصيها يلا. انا اسفة يا غزل. بصيها واحضنيها ولا مش هعمل كده تاني. انا اسفة. فريدي دلوقتي وانت حبساها كان حصل لها حاجة، اتخنقت حصل لها اي حاجه، كنت عملتي ايه؟ انا اسفه يا ماما والله. مش دي اختك حبيبتك؟ ايوه يا ماما انا خلاص مش هغلط تاني مش ضايق تاني والله. انا اسفه يا ماما سامحيني خلاص. اتفضلي قدامي وهو لسه هقول لباباكي شوفي عقابك من بابا عامل ازاي. ماشي. اتفضلي قدامي. حاضر. كويسه؟ ايوه. تعالي يا غزل.